خير غزالة ديالي. صباح النور، صباح الياسمين، صباح لي مامو الغزالات. لي مامو لي واحد لي الفريوسهم بحالي، كدايرين؟ نتمنى كل المشاهدين يكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفلوق يكون رائع، بالخصوص لي مامو لي جدادين لي تي بريباري وهكا لي بيبي، شنو الحوايج لي ضروري خصك تاخذيهم وخاصهم يكونوا عندك، لي خصهم يكونوا عندك في الدار، بالخصوص لي مامو لي خدامين لي يعني تي لي شي حويجات لي ضروري خصهم يكونوا عندك، غادي نشاركهم معاك ونقول لك الحويجات لي خديت، حوايج لي زوينين لي ماشي زوينين، حكم التجربه ديالي انا، حكم انا الحباله الثانيه ديالي، يعني جربت شحال من حاجه لي غتصلح لي ما غاديش تصلح. يلا بسم الله على بركه الله ندوزو الحلقه ديال اليوم، نتمنى تعجبكم، واي سؤال بغيتوه خليه ليا في لي كومونتير، واي حاجه من خديتها غادي تلقاوها في الانستغرام، في الانستغرام ديالي باش تلقاو اي حاجه من خديتها. ماما قولي لي كي درتو مع الخفه، الناس اللي وصلوا للسابع الثامن التاسع تما تبان الخفه، تبدا الخفه ياك مفيده، عاد تبدا الخفه ديال الحباله. كيف راكم غادي مع؟ يلا بسم الله على بركه الله ندوزو للفلوق ديالنا. بسم الله امامي، بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نوريكم مستلزمات من داكشي اللي عندي في البيت ديالي اللي تنحتاجو للبيبي ديالنا. هذه ان طابل دو شونج فيها بينوار، ولا طابل دو شونج دو بيبي، يعني طابله واقفه برجلة ديالها بخاتيك، يعني تقدر تشونجي فيها البيبي حويجاتو لي كوش يعني. وثاني حاجه فيها واحد البينوار، يعني تستغلوها فيها جوج د الحوايج في حاجه واحده، يعني انها طبيله سيكوريزي على البيبي. شفتي فيها هادوك لي كوان في الجناب هكا، واخا تحط البيبي كنتي تحرك ما تخافيش انه يطيح هكا معليه من الجناب. تحط البيبي ديالك تبدلي ليه لي كوش اولا حويجاتو في الصباح. وثاني حاجه انه بينوار في نفس الوقت، تيتحل بحال هكا، تيتهز تتهزي بحال هكا بخاتك، وساهل في الخدمه تتهزي وتطويه، عنده بحال السنينات ديالو هكا رجلات ديالو من الجنب، تطويه ترجعيه لتحت وتيولي عندنا بينوار فين نغسلو البيبي. كيف تقولوا بانيو، غير هذا بانيو براتيك تتخدمي على الراحه ديالك وواقفه ما تضركش ظهرك، حتى البيبي تتغلبي عليه. كيف ما تنعرفوا اننا غسلنا البيبي وحنا جالسين، البيبي تيكون مخصف لي موال الاولانيين، تيكون البيبي شويه تتخافي عليه. بالنسبه لهذا البينوار فيه واحد الميزان الحراره تنعبروا به الماء، يعني الماء واش بارد واش سخون، واحد الميزان اللي ضروري خصو يكون عندك. بالنسبه لهذا الميزان راه فيه لا تومبيراتور ديال الماء اللي غادي تكون عندك، الا كانت واصله ل 20 راه بارد، الا كان واصل ل 39 راه مزيان، الا فتي 40 راه الماء سخون بزاف على البيبي، يعني تيعبر لك درجه ديال الماء اللي عندك في البينوار ديالك. كما قلت لكم بانيو زوين بينوار اولا بانيو زوين بخاتيك، وفيه واحد الغليقه هنا ملي تغسلو تكونو ديجا عمرناه بالماء باش نخويوه. ديجا هاد البينوار ممكن تحطيه في الحمام اولا لا شومبر ديال البيبي، ولا ميم يكون في لا شومبر ديالك نيت، الا كان عندك لا شومبر كبيره تخلي عندك في لا شومبر، تحطي واحد سطيل في الشحيه داك الماء. بالنسبه لطريقه ديال الماء، يعني تحطي تعمريه بالماء دافي وتخوي فيه هذاك الشامبوان ديال البيبي باش تغسلي، ما ديري لا سطيل لا والو، البيبي ديجا راه نقي قاع، تدوزي عليك الماء تغسلي به شعيره وداتو وتحيدي. ولا بغيتي تخليها هكا البينوار هكا، فيه بحال طريقات هادو كيف ما شفتو. الا بغيتي تخلي هذيك لا طابل دو شونج دو بيبي طبيله تبدلو فيها، تقدري تخليها هكا طايحه وتلصقيها بطريقات، اولا تقدري ملي تسالي بيان سور ملي غادي تسالي ولا غسلي وداك الشيء، من الاحسن ترجعيها، لان يعني راه كل ساعه ولا ساعتين غتشونجي البيبي فيها لي كوش، يعني لا طابل دو شونج راه ساهله وبخاتيك وزوينه، يعني غادي تسهل عليك، تتسهل بحال هاد اللوازم هادو تيسهلوا عليك بزاف الحوايج. وديجا لا طابل هكا فيها البونج بالكوير هذاك الميكا ديالها، واخا توسخ تقدري غير تمسحيها هكا بلانجكت تحيدي لا تقاسلك هكا بكاكا ولا بيبي. وفيها بحال هكا مسطرات تخدمي بهم، ديري فيهم لي كوش لي سيرفييت لي برودوي اللي تخدمي بهم البيبي، يعني ما غاديش تبقاي غدا جايه اي حاجه تبغيها تلقايها لتحت. بالنسبه لهاد الشامبوان كافالي اللي خديت عندي انا ديال لي بيبي، راه بيو ما فيهش سون بارفان، ما فيهش دوك المواد، راه حاجه بيو زوينه. هذا شامبوان دي ميلير ومضلوض وكلشي، تقدري تستعمليه شاك جوغ، توطي به البيبي ديالك وتغسلي به الشعير، وميم طو دي ميلور
وشي حاجه بيو وما تخافيش ما ديرلكش اليرجي للبيبي. وكنتي تكتيره مثلا خديتيها ترى ما شاء الله راه يدي لك عام عام، هو اصلا يبقى لك راه كبير يبقى لك شحال وبثمن مزيان وحاجه مزيانه. وهذا كاقتراح كل واحد تيغسل البيبي ديالو باش ما بغى. كيف ما شفتوا لا طابل بخاتيك فيها الرويضات فيها الفران فيها التويو كيف ما قلت لكم من الماء بعد الا بغيتي تحيدو اي فوالا. ودابا ان شاء الله غادي نوريكم الحويجات الاساسيين في لاليتمون بالخصوص لي بيبي من عام حتى لعامين، الحوايج اللي خصهم يكونوا عندك ضروري في الدار، يعني مستلزمات الاساسيين اللي خصهم يكونوا عندك من بزاف ديال الحوايج. اول حاجه غادي نشرح لكم واحد ستيريزاتور خديته من الاوكسترا، جد جد رائع، شي حاجه اللي غزاله وبخاتيك وسهله في الاستعمال. تنعقموا فيها لي بيبغو لي سياد ديال لي بيبي لي فورشيت لي كويير، اي حاجه عندك ممكن تعقميها البيبي. بغيتي بيبي صحي ما يبقاوش يجيو ليك وليك مصرناتو ما يضروش ما يجيوش وجيعات، هذا اكيد من لي ميكروب. ما ننساش واخا تنغسلو تنعقمو في الدار من حاجه تكون لي حاجه يعني دير بالصح تتعقمي فيها راه حاجه مزيانه. كيف ما شفتوا هذا ديجا انا راه استعملته خدمته باش نوريكم كيفاش. هذا معقم فيه عنده بحال الدباكي من التحت تديري فيه واحد شويه ديال الماء وتتحطي فيه هاد العلاقات هادو. كيف ما نقول لكم انا علاقات فيهم لي فابور وعلاقات عاديين تنديروا فيهم مستلزمات ديال لي بيبي. مثلا لي بيبغون بيبغو عندنا ديال البيبي ديالنا من بعد ما شرب فيها حليبه تنشلوها تنعلقوها حاجه اللي بحال طويصات تنعلقوها باش يطلع لا فابور. هذوك لي تويو اللي تتشوفيها هكا واقفين تيطلعوا لا فابور لا تيتين وهذوك جليدات هكا ديال لي بيبغون هكا تتعلقوا غير في العلاقات ما تنديرولهمش الفابور. بالنسبه للمده ديال لا ستيريليزاسيون ديال لي بيبغون ديال لي سياد ديال لي كويير وداك الشيء 7 6 دقائق، مازال فوتو 6 دقائق باش ما تنخسروش هذوك لي سيليكون ديالنا وتيتعقموا بطريقه صحيه وطريقه مزيانه. تنسدو عليهم بحال هكا وتنخدمهم عندهم واحد البوطو هكا تيتشعل فيهم واحد الضوء احمر بحال هكا. انا ما مشعلاش دابا انا غير تنوريكم الطريقه. راه زعما الصراحه هاد لاباراي هذا زعما بخاتيك وزوينه وغتريحك ما ديك غسل نوض دير الخل دير الحامض دير عادي وانت تريحك يعني على قد كل واحد المستطاع ديالو يقدر ياخذ. راه ماشي شي حاجه غاليه بزاف راه في اوكسترا زوينين الصراحه زوينه كيف ما قلت لكم بخاتيك. ديما نقول لكم بخاتيك لان شي حاجه اللي ساهله ممكن تحطي البيبغونه من يلاه تمشي تسوق وجدي الحليبه ديال البيبي تلقايها تعقمات لك. غنخليو واحد 6 دقائق ونطفيو عليها ومن بعد ما غادي نحيدو لي بيبغون غادي ضروري نشلوهم بالماء مديني ما تشليهمش بالماء من الروبيني. كيف ما تنعرفوا الماء ديال الروبيني راكو عارفين باش شنو فيه بلا ما ندخلش في التعليقات بزاف. وعندي السخان هذاك السخان اللي وريتكم السخان هذا ضروري خصو يكون عندك تسخني فيه لحقاش اكيد الحليب ما تنفيضوه ما والو. تنشعلو هذيك نديرو فيها شويه الماء وتنديرو فيها البيبغون تيسخن اللي انت دفينا الحليب هاد البيبي ولي تيغلي مانيوال واليكتريك. غادي نشرح لكم كل وحده والدور ديالها بالنسبه للمانيوال وبالنسبه اللي تيغلي اليكتريك. بالنسبه اللي تيغلي اليكتريك راه ساهل في الاستعمال وبخاتيك بالخصوص لي مامو اللي تيخدموا الناس اللي تخرج على برا تيجرو مزيان وما تبقايش شاده تيغلي تبقى يطرق طرق 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 هذاك العادي. هذا استعمالي الصراحه شي حاجه اللي غتشريوها وما غتندموش عليها واخا حاجه دايره الثمن ملي ترتاحي انت غادي تخدمي بيه وغادي ترتاحي. موم كوزي راه اسناف برون شي حاجه لي كاليتي. انا الصراحه كومونديتو هذا من برا ماشي ديال المغرب مي كاينين راه تبارك الله ولا كلشي موجود هنا. شفتوا الطريقه ديال الاستعمال تيكون عندك لي سوتيان ديال الرضاعه تتجبدي هاد الطويصه هادي ديالو راه دايره على الشكل ديال لوسان ديالك تتلصقي على اللوسان وتتركبي ليها لا باتري ديالها. لا باتري ديال راه عنده الشارجور تتشارجيه شي حاجه كيف ما قلت لكم وخفيف وزوين وما فيهش لي تويو. كاينين هذوك لي هذوك لا مارك وحده اخرى بدون ذكر الاسماء. مهم اللي تيغلي لي فيهم لي تويو حتى هما مزيانين مي هذوك شويه يعني ثقالين وفيهم بزاف د الخويطات. مي هذا بخاتيك في لا باتري ديالو تتلصقوا في هاد الكويس ديالو وتيشدك لا فورم ديال لو سان. تقدري تخدمي بيه حتى برا في الزنقه يعني دغيا تيجبد وفيه
ماساج او ميم طو يقدر لك يدير لك ماساج لو سان ديالك، وفيه زياده نقصان مثلا انت تجري 8 7 10 على حسب انت لو سان ديالك كي داير. وعند في واحد البوطو تيدير الماساج، شي حاجه لي زوينه كيف ما قلت لكم، وبخاتيك ورائعه وسهله يعني. وحافظ، حاولوا تحافظوا عليه، ما تحاولوش تطيحوه، ما تحاولوش باش تقدري تحافظي عليه واحد المده تقدري ترضعي به. وكما قلت لكم راه تيدير بحال الماساج، بحال البيبي ملي تيكون رضع تيدير الماساج لوستان، يقدر يحافظ لك على الحليب ديالك مده اطول. يعني الناس اللي تقدر ما تعطيش لوستان ديالها بزاف. وبالنسبه للو تيغلي مانيوال، كيما حنا عارفين الخدمه ديالو، هو فيه الخدمه حتى هو زوين، اللي ما قدرش ياخذ هذا راه حتى هو ماشي شي ثمن بزاف غالي، يعني ما قدرش ياخذ هذا، يقدر ياخذ غير هذا مانيوال راه حتى هو زوين. انا الصراحه كنت ديجا في ولدي الاولاني كنت جربت افنت، الصراحه افنت ما تيجرش مزيان، هذا نوتخ بيبي تما لا مارك افنت هي تنخدم بها انا في لي بيبرون في كل شيء، مي هاد نوتخ بيبي الصراحه صدقات مزيان وثمن رخيص، راه ما واصلش حتى شي دوسلون ما واصلش. وبالنسبه للتيرمو، هادي التيرمو ضروريه كيف ما قلت لكم، مستلزمات البيبي ضروري هاد التيرمو. التيرمو تتحافظ على البروده وعلى السخونه، وضروري خصنا ناخذ شي تيرمو لي ترموسه اللي تكون مزيانه لي بون كاليتي اللي ما فيهاش مواد مسرطنه. كيف ما تنعرفوا دابا اي حاجه خديتيها خصك تقراي عليها وتعرفي شنو المواد اللي مصنوعه منها. هذه ترمو خديتها من الو بيبي، فيها الصراحه ما فيهاش مواد مسرطنه وحاجه كاليتي مزيانه، يعني بالخصوص البيبي اللي تيكون عندنا وليد صغير في الدار تيكون حساس، يعني اي حاجه خصنا ناخذوها كاليتي مزيانه واخا تكون ثمن طالع، مي حاجه اللي غادي تدوم ليك. بالنسبه لهذه اللي درتي فيها الماء بارد اولا سخون راه تحافظ على السخونيه حتى الصباح، مثلا درتيها بلي بقى حتى الصباح، درتيه بارد يبقى حتى الصباح، كيف ما حطيتيه كيف ما تيبقى، وكاليتي مزيانه وصراحه شي حاجه زوينه. وترموسة ضروري خصها تكون كيف ما قلت لكم في الدار، والسخان ضروري السخان، يعني كيف ما قلت لكم الحليب ديال لي بيبي ما تيفيض ما حتى شي حاجه. بالنسبه للمبتدئات تديري الميها ديال الماء تتخد فيها، اللي ما عندوش ترمو يدفيها فيها في ميها سخونه في وسط كاسرونه باماغي، يا اما هذه تتشعل بالضو تديري فيها الماء سخون تحطيها. وبالنسبه لهذا الباك هذا ديال افانت، فيه الطويسات وفيه بحال تيغلي حتى هو، هادو لي طويسات تستعمليهم بزاف ديال الاشياء، منهم تقدري ديري فيهم لي بودغ ديال الحليب اولا الحليب اولا لي فخوي مثلا ديال البيبي اولا الماكله اولا الصوبه، وهما حتى هما طويسات لي تيدوزو في لاستيريليزاسيون، والبلاستيك ديالو بلاستيك غذائي يعني ما تخافوش منه، واخا نحطو فيه شي حاجه دافيه ما تخافيش منه لانه هو بلاستيك غذائي بالغليقات ديالهم. هما الصراحه هما زوينين، الكاليتي مزيانه، الميكا ديالهم مزيانه ماشي ميكا خايبه، وفيهم العبارات المقياسات ديال الحليب، مثلا غادي ديري 30 اولا 40 اولا 50 اولا 60 ديال الحليب. البودر تتعرفي مثلا ملي تعمري البيبغونه تتعرفي شحال دير تجيك ساهله، خصوصا في الخروج هاد الطويسات هادو تحتاجيهم بزاف في الخروج، تروح ديري للبيبي ديالو ماكله ديالو حليبه اي حاجه اي حاجه، و تيتغسلوا تيدوزوا حتى هما اوتوك لافابل، يعني تيتخشاو في هذيك المعقم هذيك اللي تنعقموا فيها لي بيبرون، ديها راه من زيرو حتى العام عامين تبقاو هاد الطويسات عندك صالحه للاستعمال. كيف ما قلت لكم لا بلاستيك دو كاليتي مزيانه. اي فوالا، هذه هي لا طابل ديال البيبي اللي غادي نحتاجو، اللي فيها مستلزمات البيبي لي بيبرون مانيوال الكتريك لاباراي دو ستيريليزاسيون تيرمو الطويسات، شي حوايج لي دو كاليتي باش تحافظي على الصحه ديال البيبي ديالك. ايوا حنا تنعطيو نصائح وكل واحد على قدر المشتريات ديالو. وبالنسبه لبعض النصائح للولي ديال البيبي ديالك، يعني شنو خاصو يكون، كيفاش خاصو يكون باش تكوني انت مرتاحه والبيبي مرتاح. بالنسبه لهاد لولي، هذا لولي براتيك، شي حاجه لي زوينه، شي حاجه دي بون كاليتي، شي حاجه لي ادابتي مع لولي ديال لا مامو. كيف ما قلت لكم غنعطيكم بعض النصائح عليه، بالنسبه للنصائح اللي مامو لي على عندهم الزياده الاولانيه.
بالنسبه لانا هاد الوليد ممكن تخدمي فيه حتى يكون عنده الوليد 3 شهور الفوق. انا في الاول كنت خدمت بالبيبي ديالي، خدمت ليه بالكوفه، يعني غير داك الباني الصغير تيكون حدا الوليد. دابا نوريه لكم، ديجا كنت شاركته معكم في الفيديو في التحضيرات ديال البيبي ديالي. هذا غنخدم به من بيبي من دير 3 شهور تيولي مريح وكبير. كيف ما شفتوا هنايا هاد اللولي هذا، انا حاطه فيه هنا واحد تغدولي، هذاك الضفيرات اللي مهمين للبيبي، راهما زوينين غتقدري تحتاجيهم بزاف د المرات. ممكن تحط البيبي في الارض وتدوره عليه، تحوطيه به باش ما يطيحش، ما يهرب، ما تجي حاجه. وممكن ديريه اللولي باش ما يبقاش الوليد يمشي يهرب في الجنيبات، ما يضربش راسو حتى مع اللولي. واخا هاد اللولي هذا ديجا راه كله فيه بحال الشبيكه، ما تخافيش، ماشي بحال اللولي اللي محلول، مي هذاك سو غدولي راه تحتاجيه. وبالنسبه لهاد البتي كوسان ديال البيبي، واحد البتي كوسان لي ميديكال اول حاجه، وثاني حاجه كادو بون كاليتي لي مريحه على العنيق، تيتخشى رويص في هذاك لوتوغ، ومريح مريح بزاف، وديال القطن، والثوب ديالو مزيان، وميديكال على ودي خصوصا اللي بيبي اللي تنوضوا لهم حبيبات صغارين في الوجه، واخا تعراق واخا هكا داك المخده راها صحيه، ومن الاحسن الانسان يغسلها على الاقل 24 ساعه ولا 48 ساعه تتغسل وتشمش مخده اللي مزيانه. كيف ما قلت لكم هاد اللولي هذا راه يعني براتيك، تيمشي على حساب تيطلع وتيهبط على حساب اللولي ديالك، تقدري تادابطيه مع اللولي ديالك على قد المقياس. كاين اللي عنده الناموسيه ديالو عاليه، الناموسيه هابطه، يعني تقدري تادابطيه على حساب اللولي ديال لا مامو، يجي قد يعني قد ناموسيتك هكا، ماشي لولي واحد طالع واحد هابط. تيجيك حتى ساهل ملي تبغي تهزيه تلصقيه مع الناموسيه ديالك، ملي تبغي تهزي البيبي تيجيك ساهل قريب ليك. وممكن تحطيها سيباغ يعني الناموسيه بعيده عليك، اولا تلصقيها على حسب كل وحده وكل مامو كيفاش تبغي تخدم على البيبي ديالي. كيف ما شفتوا هذا فيها الماطله ديالها، ديجا هاد الماطله خديناها، تتاخذها هي بلا ماطله هاد اللولي هذا، وتخدينا معاها ماطله ميديكال. بالنسبه من كومونديناها، كومونديناها من الو بيبي، لا الناموسيه ولا الحويجات اللي فيها. ايوا فوالا، ودابا نوريكم اخر حاجه بالنسبه لهاد لوساك. هذا ساك ديال ملي تبغي ديبلاصي هكا مع لو بيبي ديالك، كتمشي لاي بلاصه مشيتي تهزي لها الحويجات ديالها من لا مارك الو بيبي. سي بون كاليتي، ساك براتيك وفيه بزاف د الحوايج زوينين. لي بوشيت فيهم يحتفظوا على السخونيه اولا البروديه، فيه بزاف ديال لي بوشيت، تخشي فيه لي كوش، لي ميديكامون، الحويجات، اي حاجه، وتتعلقي في ظهرك، يعني ساهل في الاستعمال. ومن الداخل تيحافظ على كما قلت لكم اي حاجه سخونه اولا بارده. وكاليتي ديالو مزيانه، يعني هذه كاضافات نصيحه لكل واحد ممكن ياخذ الوساك اللي يبغي، غير هاد السكن يعني شي حاجه زوينه دي بون كاليتي، وتيصبروا يبقاو معاك مده طويله. كيف ما شفتوا كيف داير من الداخل، ممكن تغسليه راه مغلف، وبصحه وراحه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم.